نذهب إلى اسطنبول وهذه المظاهرات التي نتابعها من هناك مباشرة مع مراسلنا مراد ألبطوش. تفضل مراد. رولا، في هذه اللحظات يعني غاز مسيل الدموع في كل الأرجاء. هي محاولات من الشرطة والدرك التركي. طيب سأتركك تأخذ من أجل أنفاسك. منع محاولات لشبان اتراك اقتحام. هل تستطيع؟ لا أدري إن كنت يعني خذ أنفاسك للحظة مراد. نعم رولا، أعتذر يعني. نعم نعم، كما يقول مراسلنا يعني هناك إلقاء للقنابل كبيرة جدا، وبدأ المتظاهرون يتراجعون نسبيا. نعم، إذا هذه الصور مباشرة تأتينا من اسطنبول مشاهدين لهذه التظاهرات نصرة لفلسطين. نعم، يعني قنابل مسيلة الدموع حاول لم نعم، إن كنت تستطيع الإكمال أكمل مراد، إن لم تكن يعني بإمكاننا إعطائك دقيقة. نعم. حتى تسترجع أنفاسك. نعم رولا. لا بأس رولا، يعني حاول شبان اقتحام القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول. الأمن والدرك التركيين أطلقا قنابل مسيلة للدموع، حاول المتظاهرون إطلاق مفرقعات نارية كما نشاهد ونسمع في هذه اللحظات. المتظاهرون الذين اكتفوا بالصور الأولى للمجزرة التي وقعت في غزة حتى يخرجوا إلى معظم الشوارع هنا في مدينة اسطنبول، هذا بالتوازي أيضا مع مظاهرة أخرى قام بها أتراك في العاصمة أنقرة ضد السفارة الإسرائيلية في أنقرة. الشعارات كانت منددة مطالبة بموقف تركي أكثر حزما يتعلق بمسألة طرد السفير وقطع العلاقات. في هذه اللحظات يبدأ المتظاهرون بالتراجع، كميات كبيرة من الغاز مسيل الدموع. تعرض البعض إلى حالات من الاختناق نسبيا يعني فيما يتعلق كما شاهدنا من المكان الذي نتواجد به في هذه اللحظات. الشرطة والأمن التركيين بكثافة في هذه المنطقة للحيلولة دون اقتحام القنصلية الإسرائيلية. يأتي ذلك بالتوازي مع مواقف تركية رسمية بدأت تتطور في الساعات الأخيرة. الرئيس التركي مباشرة بعد مجزرة التي حدثت في مستشفى المعمداني في غزة دعا الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه بالوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.